أنجبت الأرجنتين مواطناً يعتبر من الأشخاص الفريدة حقاً من نوعها، فيأتي ليونيل ميسي ليسجل أعلى الأهداف ويحصل على العديد من الجوائز الفردية التي جعلت كل العالم يعترف أنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم. بعد أن قاد برشلونة للعديد من الإنجازات التاريخية، لا يختلف كثيرون على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني، الذي حقق معجزة تاريخية قبل سنوات قليلة عندما اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي فريقه السابق بسداسية مقابل هدف واحد ليحقق الريمونتادا التاريخية بعد أن خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة ليعبر إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. نستعرض لكم نبذة عن الطفل الذي عانى في طفولته من المرض والفقر ليصبح بعد ذلك النجم الأول في نظر الكثير من عشاق كرة القدم. هذا ما سنعرضه في هذه الحلقة من قناة نبض الرياضة، لذلك تابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. ولد ليونيل أندرياس ميسي في 24 من يونيو 1987 في مدينة روزاري في الأرجنتين لعائلة مسيحية كاثوليكية يرجع أصلها إلى بلدة إيطالية تدعى بورتو ريكاناتي وتقع في ولاية مازيراتا. هو الطفل الثالث لخورخي ميسي الذي كان رئيس قسم في مصنع للصلب ومدرب الفريق المحلي للمدينة، وأمه سيليا ماريا كوتشيتيني وكانت عاملة في ورشة لتصنيع المغناطيس. كان ميسي مرتبطا بجدته بشكل كبير ويعرف بحبه الشديد لها، فعقب أهدافه التي سجلها سابقا كان يرفع يديه لها، فجدته كانت الوحيدة تقريبا التي آمنت بقدراته وموهبته رغم قصر قامته وضعف بنيته، وهي من ألحت على عائلته بأن يشتروا له حذاء للاعب الكرة. عندما سئل عن أجمل ذكرياته قال: أول مرة أذهب فيها مع جدتي للعب كرة القدم، وفي المقابل يعتبر وفاتها من أتعس لحظات حياته. يعرف بأنه يحب الاستماع للموسيقى الرباعية، أي عمل موسيقى يقوم أربعة أشخاص بالاشتراك في تقديمه من خلال فرقة موسيقية، وكذلك يحب الكومبيا، ويحب أيضا عزف الجيتار، وبعيدا عن كرة القدم يمارس عادة رياضة كرة اليد. قالت والدة ميسي إن الوجبة المفضلة لابنها هي الدجاج بالصلصة، بالإضافة لحبه الكبير للشوكولاتة وخاصة الفاخور، وهو بسكويت بالكراميل تقليدي في الأرجنتين، والتي تحرص على حمل الكثير منها معها عند سفرها إلى برشلونة لمقابلته. وأضافت أن مدرب ابنها في صغره كان يعد له هذه الأكلة في حال أحرز هدفا. كانت مقاطعة روساريو الأرجنتينية قد أصدرت عام 2014 قانونا يمنع تسمية المواليد الجدد باسم ميسي بعد موجة كبيرة وضخمة من طلبات تسجيل المواليد الجدد تيمنا بنجم منتخب الأرجنتين. من جانب الدراسة والتكوين، أكدت معلمة ميسي مونيكا دومينا التي درسته المراحل الثلاثة الأولى في الابتدائية بمدرسة لاس هيراس أنه لم يكن مجتهدا في الدراسة وأن مستواه كان مقبولا، حيث واجه صعوبات في القراءة حتى أنها قد نصحت والدته بأخذه إلى اختصاصي نطق. في المقابل كان مستواه يتحسن شيئا فشيئا في باقي المواد، وقالت: كان طفلا هادئا لطيفا خجولا، ولم يسبق لي أن شاهدت طالبا خجولا مثله طوال حياتي المهنية. كان حديثه قليلا ولا يبادر بالكلام، ويجلس بهدوء في مقعده الموجود آخر الصف، وكان ينعته زملاؤه ببيكي أي الثمرة الصغيرة لأنه كان أصغر الطلاب حجما. كان لا يحب اللغات ولا الرياضيات، لكنه كان ماهرا في مواد التربية البدنية والفنون، وأكد أنه لو لم يكن لاعبا لكان مدرس تربية بدنية. إلى جانب احتراف ميسي كرة القدم، اهتم ليو ميسي بالأعمال الخيرية وأنشأ مؤسسة خيرية باسمه تعمل على تأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال، خاصة أنه عانى في طفولته وعين في مارس 2010 سفيرا للنوايا الحسنة لليونيسف. بدأ ميسي اللعب في شوارع الحي الذي كان يقيم فيه مع والده وشقيقيه منذ أن كان في الثالثة من عمره،
كانت اللعبة تسمى في الأرجنتين بلعب الحواري، وقال والده عن تلك اللحظة: لقد ذهلنا عندما رأينا قدراته، كانت تلك المرة الأولى التي يلعب فيها كرة القدم. وكانت جدة ميسي تأخذ شقيقيه الأكبر منه سنا كل يوم ثلاثاء وخميس إلى مركز للتربية البدنية، حيث يقطن سلفادور أباريشيو الذي تدرب على يديه مئات الأطفال بالمنطقة. وفي إحدى المرات رافق ميسي جدته، وصدف وجود نقص لاعب في الفريق الذي يكونه المدرب سلفادور. وبينما كان ميسي يركل الكرة في مدرجات الملعب، عرضت الجدة على المدرب أن يمنح حفيدها فرصة اللعب، لكن المدرب لم يعجب بتلك الفكرة لصغر حجم ميسي. مع ذلك أصرت قائلة: أشركه وسترى مدى مهارته. فأجابها: سأضعه قرب الخط الجانبي، فإذا بدأ البكاء بإمكانك إخراجه من الملعب بنفسك. وروى المدرب تجربة ميسي الأولى قائلا: كان صغيرا جدا، أعطيته القميص فارتداه، ثم جاءته الكرة أول مرة فنظر إليها من دون أن يحرك ساكنا، ولكن عندما مرت الكرة بقدمه اليسرى استطاع التحكم بها، ثم بدأ يجري على أرض الملعب، لقد راوغ كل من كان أمامه. ووقتها كانت الجدة شديدة الحماس وتصرخ قائلة: مرروا الكرة إلى ليو، مرروها إلى الفتى الصغير، إنه القادر على تسجيل الأهداف. كان ملعب نادي غراندولي أول ملعب رسمي يلعب فيه ميسي وسط لاعبين أكبر منه سنا ربما بعامين أو ثلاثة أعوام. ورغم أنه كان في الخامسة من عمره، إلا أنه أظهر براعة وسرعة وقدرة على التسديد في أول مباراة يلعبها. كان والد ميسي يتابع لعب ابنه من المدرجات ومن مقاعد البدلاء، وقال عنه آنذاك: أدركت سريعا أنه مختلف ويمكنه أن يكون متميزا، لقد كان متحمسا دائما، يتغير الأطفال أحيانا بالطبع، لكنني كنت متأكدا للغاية من أنه سينجح. عام 1994 انضم ميسي إلى فريق الأشبال في نادي نيويولز، حيث يلعب أخوه الأكبر رودريجو، وكانت المجموعة التي لعب فيها مميزة، حيث لم تخسر سوى مباراة واحدة على مدار أربع أعوام، حيث عرفت شعبيا باسم ماكينات 87. ثم التحق بفريق صغار نيويولز أولد بويز، إلى أن التحق بنادي ريفر بليت. وفي هذه الفترة اكتشف الأطباء أنه مصاب بنقص في هرمونات العظام. في عام 2000 وهو في سن 13 فاز ببطولته العاشرة والأخيرة على ملعب بيلا فيستا، وكان مدربه أدريان كوريا قد قال عنه: إن عيبه الوحيد أنه لم يكن يحب التمارين، وكان يفضل أن يكون مع الكرة دوما. الموهبة مقابل العلاج. كان ميسي أقصر قامة بشكل ملحوظ من معظم الفتية الذين كانوا معه في نفس الفئة العمرية، إذ كان طوله لا يتعدى 1.27 متر. وفي عمر 9 سنوات ونصف لجأ والده لأخصائي الغدد الصماء بشأن عملية نموه المحدودة، وكان يلعب حينها ضمن فرق الفئات العمرية بنادي نيولز. في تلك الأثناء كان نادي ريفر بليت أحد أكثر الأندية الأرجنتينية شهرة على وشك التعاقد معه، وعندما شخصت حالته الطبية التي استدعت علاجه تراجع النادي عن ذلك بسبب تكاليف العلاج الباهظة التي قدرت $900 في الشهر. وكان الكتالوني كارس ريكساتش أحد مندوبي النادي قد أعجب بلاعب ميسي، فعرض عليه الانضمام للنادي مع ضمان علاجه. وبعد فترة تجريبية وجد النادي آنذاك أن موهبة الساحر الأرجنتيني وقدراته الفنية في كرة القدم قوية ومميزة، مما لا يجعل مشكلته الصحية عائقا، فقدروا أن هذه الصفقة رابحة، لينتقل ميسي بعدها مع عائلته عام 2000 ليعيش في برشلونة وعمره آنذاك 13 عاما. منذ ذلك الحين أصبح المهاجم الصغير صاحب الرقم 10 رمزا من رموز الفريق الإسباني، وقال عنه اللاعب الإسباني كارلوس ريشاك: لفت اهتمامي على الفور وكبادرة رمزية جعلته يوقع للنادي على منديل طعام، وحفظ المنديل بعد ذلك وأصبح قطعة أثرية. كان ميسي ثالث أصغر لاعب ينضم لصفوف فريق برشلونة الأول، وبات بعد مباراة فريقه مع ألباسيتي في موسم 2004-2005 أصغر لاعب يسجل في تاريخ الفريق الكتالوني.
وفاز معه في أول موسم له رسميا بكأس الدوري 2005 و2006 وكأس السوبر الإسباني وكأس دوري أبطال أوروبا عام 2006. منذ ذلك الحين لم يتوقف عن الفوز مع برشلونة بالجوائز الفردية، منها تتويجه 7 مرات بالكرة الذهبية، ولعب للفريق الكتالوني لمدة 17 موسما. انتهى عقد ميسي مع برشلونة منذ بداية يوليو 2022، وانضم في 10 أغسطس من نفس العام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 2 مع خيار التمديد لعام إضافي. بقي ميسي وفيا لمدربه الأول في برشلونة، حيث قال في مقابلة تلفزيونية: رايكارد اختارني للتدرب واللعب في الفريق الأول عندما كنت أبلغ 16، ولو أنه لم يتخذ هذا القرار لما كنت وصلت إلى ما أنا عليه الآن. عرض على ميسي اللعب لصالح إسبانيا حين قابله غينيس ميتيديز مدرب المنتخب الإسباني دون سن 16 عاما في مدينة ألباسيتي خلال كأس العالم، لكنه قال لا شكرا، إذ كان يشعر أنه أرجنتيني رغم عيشه في شبه الجزيرة الإيبيرية جنوب غرب أوروبا. قال المدرب الأرجنتيني آنذاك توكالي: لقد وصل للتدرب مع فريق الشباب دون سن 20 عاما، وكان فتى خجولا غير معروف، بينما كان زملاؤه في الفريق معروفين في البطولات المحلية، لكن حاله انقلب عند بداية التدريب واللعب وأصبح مختلفا تماما في المباريات. في 28 مارس 2009 شارك رسميا مع منتخب الأرجنتين للكبار في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ضد فنزويلا، وحمل رقم 10 وسجل فيها الهدف الأول، كما سجل 47 هدفا في موسم 2009-2010، وارتفع الرقم في الموسم التالي إلى 53 هدفا. شارك ميسي في 5 من بطولات كأس العالم، وأصبح بذلك أول لاعب يسجل بالمونديال في سن المراهقة والعشرينيات والثلاثينيات من عمره، كما أصبح الأرجنتيني الثالث بعد دييغو مارادونا وغابرييل باتيستوتا الذي يسجل في 3 نسخ مختلفة لكأس العالم. وواصل تحطيم الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعدما حقق 13 رقما قياسيا في فوز بلاده على كرواتيا والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث خاض 25 مباراة معادلا رقم لوثر ماتيوس لاعب ألمانيا السابق، منها 3 مباريات في مونديال ألمانيا و5 في جنوب أفريقيا و7 في البرازيل و4 في روسيا و7 في مونديال قطر. انفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم برصيد 13 هدفا، وتجاوز رقم دييغو مارادونا 8 أهداف، كما أصبح أكبر لاعب سجل 7 أهداف وعمره 35 عاما، وبات ضمن 6 لاعبين فقط سجلوا في ثمن وربع ونصف النهائي منذ مونديال المكسيك عام 1986، ثم زاد وسجل في النهائي من نفس النسخة في كأس العالم قطر. ارتدى ميسي شارة قيادة الأرجنتين للمباراة 18 في كأس العالم، وتفوق بذلك على رافائيل ماركيز قائد المكسيك السابق ودييغو مارادونا الذي قاد 16 مباراة. حصل على جائزة رجل المباراة للمرة 10 في كأس العالم، وتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل عليها 7 مرات. يعد أكثر لاعب ساهم في تسجيل أهداف في مراحل خروج المغلوب منذ عام 1966 بواقع 5 أهداف، متجاوزا إيديسون بيلي برصيد 4 أهداف. كما أصبح اللاعب الوحيد الذي قدم تمريرات حاسمة في كل من النسخ 5 التي شارك فيها، وأكبر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة للأرجنتين في نهائيات كأس العالم، حتى استطاع الحصول على كأس العالم قطر 2022.